اخوات مستمعات كذلك غادي نجاوبوا على اسئلتهم باختصار. معنا من مدينه تازا اكرم. صباح النور اكرم. السلام عليكم. صباحك سعيد يا اكرام. مرحبا بسؤالك الدكتور عماد. بصراحه كنشكرك بزاف اختي سناء على الوصفه ديالكم المهم اي حاجه كلشي كيصدق صراحه. وغنديروا سؤال جواب والله يجازيك بخير وحنا معكم جنبكم علينا تعولوا. مرحبا يا اكرام. كنشكركم بزاف على الفكره ديال الماندارين. مرحبا. جربتها. بصحتك بصحتك وراحتك حبيبه. بصحه. انا فهمت 16 سنه. وشعري كيطيح بزاف لواحد الدرجة ما كتصورش. نعم. نعم اختي. كان شعري طول بزاف ورطب يعني دابا كنشوف. نعم. يعني باش ولكن والو. استعملتي له شي مادة كيميائية شي ترطيبة شي حاجة؟ نعم. درتي له شي صباغة شي نوع من الصباغة أو شي ترطيبة؟ لا والو كنت كندير واحد الكريم كان مهولة طيحوا لي وترطلات. نعم. كنت كنديرو بزاف. نعم. فالشعر ديالك الشعر ديالك باش يتقوى ويرجع للحاله الطبيعيه انا كنصحك بالوصفه ديالي ديال الفلفله الحلوه. اذا جوج فلفلات حلوين كتحكيهم في واحد الكاس صغير ديال العنبه وكتزيدي كتعمري داك الكاس بزيت الزيتون كتخليه في حمام مريم يدفى شويه كتخليه داك الكاس نهار من بعد كتصفي ديك الزيت بواحد الزيف ديال حياتي او بالفصمه الطايبه اللي كتكون في الصيدليات وهذاك الزيت اللي كتحصلي عليه كدهني به الجلده ديال شعرك وشعرك مده ديال ساعه وكتغسليه جوج المرات في الاسبوع وداومي عليها مده ديال 3 شهور ان شاء الله في الشهر الاول غادي تلقاي النتيجه وغيلقاوها كاع الاخوات اللي عندهم تساقط الشعر وعندهم الشعر ديالهم عكزان ما كينوضش. وهذه جربوها المستمعات كثارات وعطاتهم نتيجه هائله جربوها وعينيكم مغمضين بالصحه والراحه. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.